الأفلام الحماية بينقسم لثلاث أنواع على مستوى العالم كله، هو البي في سي وكمان التي بي اتش والتي بي يو. البي في سي هو من مادة بلاستيكية بتستخدم في أنواع الفينيل اللي هو بتاع الدعاية والإعلان اللي موجودة وتشوفها في الشوارع، وكمان بيستخدم على الأسطح الملسة. النوع ده هو أول نوع اتصنع في العالم كله، وكمان كانوا بيستخدموه الأفلام الحماية زمان، ويعتبر النوع الأول من أفلام الحماية اللي كنا بنستخدمه في قبل ما توصل التكنولوجيا في أفلام الحماية. طبعا زي ما قلت لكم إن البي في سي هو كمان مستخلص من مادة البلاستيك مش من مادة السيليكون، هي تاني مادة مستخدمة على مستوى العالم كله. ليه الناس بعضهم بيستخدم البي في سي وما بيستخدمش التي بي اتش او التي بي يو؟ البي في سي هو ارخص نوع، فعشان كده بعض الناس بتستخدمه وبيكون بالنسبه ليهم هو افضل حاجه وارخص سعر وما بنصحش بيه، بس هو النوع الاساسي اللي بيتاخد منه الانواع الباقيه. اصفر بسرعه بعد سنه في الاماكن البارده، مش زي جو الخليج. جو الخليج ممكن يقعد 6 شهور ويبوظ خالص ويطبع، وللأسف لما تيجي تشيله بيسيب جلو وبيصفر، ممكن يتحرق على الصبغة. وينصح البعض إن هو ياخد باله جدا من أنواع أفلام الحماية ويتابع السلسلة اللي بقدمها لكم. بعد الفيديو ده هيكون في فيديوهات تانية هشرح فيها الأنواع الباقية.